قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفرق بين اللفظي والتنبيهي. الفرق يبدأ من الباب أول. طيب ما في معنى. طيب يقول اقرأ من الباب. الفصل الأول في أنواع التعريف وحقيقة كل نوع وشروطه. أقسام التعريف: ينقسم التعريف إلى أربعة أقسام. يعني تقدم لنا وقلنا بأن التعريف يقال له الحد، ويقال له التعريف، ويقال له القول الشارح، أي وأن الأصل في التعريف هو المراد به أن يميز المعرف عن غيره، ولكن التعريفات تتفاوت، فما كان منها أدق كالحد التام هو مقدم على الحد الناقص، والرسم التام مقدم على الرسم الناقص. ثم تأتي التعريفات حسب يعني وضوحها وجمعها، ويعني تكون جمعها ومنعها. نعم كما سيأتي. نعم. التعريف اللفظي. أما التعريف اللفظي فهو ما يقصد به تفسير مدلول لفظ بلفظ أوضح منه دلالة على المعنى. وإن شئت قلت التعريف اللفظي هو بيان اللفظ بلفظ مرادف أوضح منه. بيان اللفظ بلفظ مرادف أوضح منه، أو بمرادف أوضح منه. ولذلك يشترط فيه أن يكون، يشترط في جميع يعني التعريفات أن يكون التعريف أوضح من المعرف، من اللفظ المعرف. تفضل. وأكثر الناس استعمالاً لهذا النوع من التعريف أهل اللغة، وذلك كقولهم: الهزبر الأسد، والقرقف الخمر، والشادن ولد الظبية، والنقاح الماء العذب، والسعدان نبت، ونحو ذلك. يعني كل هذه الأشياء لابد أن يكون اللفظ المعرف به أوضح من المعرف، وهذا أمر نسبي، لأنه قد يكون اللفظ شائع، هذا المفرد شائع عند قوم فيعرفونه يكون أوضح، وعند قوم آخر مثلا مثل البر والقمح أيهما أوضح. يعني عند ناس يكون أو في بلد يكون البر أوضح من القمح، وبعضه يكون القمح أوضح، فما كان هو الأوضح يعرف به. نعم تفضل. التعريف التنبيهي. تعريف التنبيهي. اي. واما التعريف قلنا بان امس اشرنا الى ان التعريف التنبيهي في الحقيقه لا ينبغي ان يسمى تعريفا، وانما يسمى تنبيه، لانه لم ياتي بشيء ولا يعرف هل هو تنبيه او تعريف، الا بان يعني المخاطب به يعني كان سبق له ان عرفه ام لم يسبق له، وهذا ما له علاقه بالتعريف. نعم تفضل. وأما التعريف التنبيهي فهو ما يقصد به إحضار صورة مخزونة في خيال المخاطب قد غابت عنه بعد سبق علمه بها. صورة أو معنى، يعني المعنى، لأنه الصورة دائما تطلق على المتخيل، ولكن المعنى إدراك ذهن أو تصور المعنى بمعنى الإدراك، يعني كما يقولون في أن إدراك المفرد يعني يسمى تصوراً، وإدراك النسبة يسمى تصديقاً. فالإدراك هنا يعني أولى من يعني الصورة، لأن الصورة الموجودة ينبغي أن تكون من باب التخيل، وهو أنك إذا أردت أن تستحضر صورة شخص ما يسمى تخيلاً، وإما إذا أردت أن تستحضر معنى ما يسمى تفكيراً ويسمى نظراً. نعم تفضل. فليس في هذا كسب جديد، فكل ما أحضر المعرف في خيال السامع فهو تعريف تنبيهي صحيح. هو تنبيه أو تذكير، يعني كأن يسهل الإنسان عن شيء ما يذكر به ينبه عليه، فهذا تسميته تعريفا الأولى منه أن يقال تنبيه فقط بدون كلمة تعريف. نعم.
وقد يطلق عليه اسم التنبيه مطلقا من غير ذكر كلمة التعريف. وهذا أولى. نعم. الفرق بين اللفظي والتنبيهي. الفرق بين اللفظي والتنبيهي. يوم هو اللي كان يقول يعني ما هو نفس الشيء اللي ذكرناه. هو عرف كل واحد على حدة والآن يذكر الفرق. أي تفضل. والفرق بين هذين النوعين من التعريف طبعا العلماء لما يقولون الفرق بين كذا وكذا ومنه الفروق التي هي موجودة سواء كانت في اللغة أو في الفقه فلا يكون لا يقال الفرق بين كذا وكذا إلا إذا كان بينهما توافق في الأشياء وتخالف في أشياء عندئذ ومعرفة الفروق بين الأشياء تعتمد على تعريف كل منها فإذا عرفت هذا الشيء وعرفت هذا الشيء تستخلص الفروق والتوافق من بين التعريفين لذلك هو عرف كل منهما ثم قال الفرق بينهما وهذه الفروق بينهما إن كانت موجودة فهي تستخلص من بين التعريفين والحقيقتين. نعم. والفرق بين هذين النوعين من التعريف بالاعتبار وذلك بالنظر إلى من تخاطبه على معنى أنك حين تقول الهزبر الأسد إذا كنت تقوله لسامع لم يسبق له علم بمعنى الهزبر أصالة فهذا تعريف لفظي وإذا كان قد سبق له به علم سبق, أيوة. سبق له به علم ولكنه غاب عن ذهنه وأردت إحضار هذا المعنى الغائب فهو تعريف تنبيهي هذا لا يسمى فرق اعتباري هذا يسمى فرق بالنظر إلى المخاطب فهمت؟ بالنظر إلى المخاطب الفرق يعني الاعتباري هو أن يكون راجع للمتكلم إن اعتبرته كذا فهو كذا وإن اعتبرته كذا فهو كذا أما هذا لا يسمى فرقا اعتباريا لأنه يسمى فرقا باعتبار حال المخاطب أو المشروح له اللفظ إن كان يعلمه أولاً فيكون تنبيهياً وإن كان لا يعلمه يسمى لفظياً أما الفرق الاعتباري كما يقال الفرق بين المطلق والنكرة وأنا أقول هذا دائماً لأنه فرق اعتباري إذا قلت رأيت رجلاً فإن قطعت النظر واعتبرت حقيقة الرجل فهذا يسمى اسم الجنس وإن اعتبرت الوحدة رجولاً واحداً يكون نكراً هذا هو الفرق الاعتباري لأن المتكلم يعتبر كذا ويعتبر كذا تفضل فهما متفقان في الحقيقة والماصدق الحقيقة والماصدق أو الماصدق والماصدق هذا أصلاً هو مصطلح يعني منطقي ومعناه أنه يتفقان في الذهن وفي الخارج المصدق ما يصدق عليه اللفظ في الخارج فهمت؟ كأن تقول مثلاً الإنسان هو الحيوان الناطق فمصدق الإنسان أفراد الإنسان في الخارج هذا هو يسمى المصدق هو يقول كأنهما متفقان في الحقيقة الذهنية وفي الأفراد الخارجية الأفراد الخارجية دلالة اللفظ على الأفراد الخارجية تسمى مصدقاً أيوة وأصلها كلمة مكونة من ما يعني إسلامية وصدق ثم نحتوها وجعلوها كالكلمة الواحدة ويسمى المصدق أو الما صدق أيوة وتقول مثلاً الماء المطلق هو ما صدق عليه الماء بلا قيد يعني معناه يطلق عليه الماء وهكذا في كل الحقائق نعم تفضل فهما متفقان في الحقيقة والماصدقات مختلفان في الاعتبار على ما بينا أيوة مختلفان بحسب السامع هذا هو قلنا يا بعض يقال مختلفان بحسب المخاطب نعم ولكونهما متفقين فيما ذكرت لك لم يبالي بعض المحققين بجهة اختلافهما فاعتبرهما نوعا واحدا والتحقيق هو ما أسلفت لك هو الحقيقة أنه شيء واحد وأما التنبيه فهذا شيء خارج عن الحقيقة نحن نعرف التعريفات
معناها تعريفات الأشياء بحقائقها، وإذا كان هذا ليس هو الحقيقة وهو متعلق بشخص آخر فهذا يكون خارج عن التعريف. كما أن شروط التعريف ليست من التعريف، يعني شروط التعريف ليست من المعرف فهي خارجة عنه، فكذلك كونه هذا نسي وينبه ولا ينبه فهذه خارجة. نعم تفضل. التعريف الاسمي والحقيقي. أما التعريفان كذلك الاسمي، كثير من المناطق ما يتعرض للتعريف الاسمي والحقيقي، وإنما يتعرض لأنواع التعريف الحد، التعريف الرسم، التعريف كذا. والحد هو ما كان كما سيأتي بالجنس القريب وب يعني الفصل، أو ما كان بالجنس البعيد أو القريب اللي هو الحد التام والحد الناقص، ولا يتطرق إلى تقسيم التعريف إلى لفظي وحقيقي، إلى اسمي وحقيقي. نعم تفضل. أما التعريفان الاسمي والحقيقي، والذي وجدتهم يتعرضون لي الفرق بين القضية، يعني القضية الحقيقية والقضية الاسمية. أما في التعريفات فما وجدت يعني هذا، ولعل هذا مصطلح لأهل آداب البحث والمناظرة يخصون. نعم تفضل. أما التعريفان الاسمي والحقيقي فكل منهما عبارة عما يستلزم تصوره، فكل منهما عبارة عما يستلزم تصوره، تصور المعرف. ما يستلزم تصوره، تصور المعرف. فكل منهما عبارة عما يستلزم تصوره، تصور المعرف. نعم، يعني معناه ما يعرف به الشيء، سواء كان يعني بس إذا كان المعرف هو للحقيقة الذهنية والخارجية يسمى تعريفا حقيقيا، وإذا كان لحقيقة غير حقيقة ذهنية وقد لا توجد يسمى تعريفا اسميا. نعم، كما سيبين ذلك بالأمثلة. نعم. الفرق بينهما، والفرق بينهما هو هذا التعريف يصدق على كل منهما، ولذلك أنا ذكرت لكم أن في كتب المنطق ما يتطرقون للاسم والحقيقي، وإنما يتطرقون للحد والرسم، وإما أن يكون الحد تاماً وناقصاً، والرسم إما أن يكون تاماً وناقصاً، وكذلك الحد بالتمثيل وبالتقسيم. أيوة تفضل. نعم، هو التعريف واحد، تعريف واحد، لكن الفرق بينهما أن التعريف الحقيقي هو لبيان مفهوم الأفراد الخارجية الموجودة، يعني كأنه يحد المحدود أو المعرف باعتبار حقيقته الذهنية وأفراده الخارجية، وهو موجود له أفراد في الخارج. أما التعريف الاسمي فليس له أفراد في الخارج أصلاً، وإنما هو تعريف يعني في حقيقة غير موجودة. نعم تفضل. والفرق بينهما أن التعريف الحقيقي لتفصيل المفاهيم الموجودة ما أصدقها في الخارج، ما أصدقها اللي هي الأفراد، لأن الأفراد أنا قلت مثلت لكم بالإنسان، لأن ما أصدقات الإنسان في الخارج هي أفراد الرجال والنساء والأطفال الذي لم يبلغ سواء كان ذكراً أو أنثى، هذه أفراد الإنسان وهي ما أصدقاته. وكذلك لو قلت مكة المكرمة أو البلد الحرام، ما أصدقاته البيوت والشوارع والموجود، هذه تسمى ما أصدقاته. أي نعم. والفرق بينهما أن التعريف الحقيقي لتفصيل المفاهيم الموجودة ما أصدقها في الخارج ولو تقديراً، موجود ما أصدقها في الخارج اللي هي الأفراد الخارجية التي يصدق عليها الإنسان، تقول زيد إنسان وعمر إنسان وهند إنسان وما إلى، هذا هو معنى ما أصدقته، يصدق عليه يعني كل واحد يصدق عليه أنه إنسان. نعم. والاسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية التي لا يعلم وجود ما تصدق عليه في الخارج،
هم يمثلون لها بقضية تعريف العنقاء بأنها طير وأنها يعني تخطف الأطفال، والغول بأنه شبح مخيف أو أنه سعى للجن. يعني هذه أشياء يقولها الناس وهي لا وجود لها في الواقع، لا وجود لها في الواقع. فهذا تعريف هذه الحقيقة التي لا وجود لها في الخارج يسمى تعريف اسمي، وإذا كان لها أفراد في الخارج يسمى تعريف حقيقي، وكله يميز الحقيقة. نعم. سواء اشتهرت بالعدم أم لم تشتهر. وخذ لذلك أمثلة يتضح منها هذا الفرق اتضاحا لا يبقى معه لبس عليك ولا غموض. قولنا في تعريف الإنسان هو حيوان ناطق، وقولنا في تعريف الفرس هو حيوان صاهل، وقولنا في تعريف الحمار هو حيوان ناهق ونحو ذلك. هذه تعريفات حقيقية قصد بها تفصيل حقيقة شيء له أفراد موجودة في الخارج حقيقة. يعني مثلا أفراد الإنسان وأفراد الفرس أو الخيل وأفراد هذه كلها موجودة في الخارج، إذن هذا التعريف يسمى تعريف حقيقي لأنه تعريف للحقيقة الذهنية والخارجية، تعريف حقيقة ذهنية لها أفراد في الخارج وهي المصدقات. أفراد في الخارج هي اللي يعبر عنها بالمصدقات. نعم تفضل. وقولنا في تعريف العنقاء هو طائر عجيب الشكل طويل العنق. ما يقول لا يوجد إلا في البسط الملوك، يعني ترسم وأنها غير موجودة، وبعضهم يقول هي طائر يخطف الأطفال فدعا عليها يعني حنظلة أو أحد الأنبياء فيعني انقرضت، وهذه كلها أشياء ذهنية يعني لا وجود لها في الخارج العنقاء. ولذلك إذا أرادوا أن يمثلوا للشيء الذي لا يوجد يقول طارت به عنقاء مغرب. أيوة أيوة نعم. وقولنا في تعريف الغول هي دابة تتلون ألوانا وتؤذي من تلقاه. يعني الغول تغول، وبعضهم يقول الغول هو سعال الجن أو سعال الجن يعني العجائز الجن. أيوة. والمهم أنه يعني غير موجود في الخارج. نعم. هذان تعريفان اسميان قصد بهما شرح حقيقة شيء غير موجود في الخارج، يعني ليس له أفراد في الخارج. نعم. وكذلك بحر من زئبق، يعني لا يوجد بحر من زئبق، يعني لا يوجد في الخارج، لا يوجد إلا في الذهن. نعم. وقد اشتهر بين الناس أن لا وجود لها. وقولنا في تعريف المثلث، يعني الآن اتضح الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف الإسمي. التعريف الحقيقي ما كانت حقيقته ذهنية ولا هو أفراد في الخارج، فهو في الحقيقة ذهنية وفي الخارج، هذا يعني حقيقة ذهنية موصوفة لا فرد لها في الخارج، ليس لها مصدقات في الخارج. نعم تفضل. وقولنا في تعريف المثلث هو شكل يحيط به ثلاثة خطوط. وقولنا في تعريف المربع هو شكل يحيط به أربعة خطوط متساوية ونحو ذلك. هذه تعريفات يمكن أن تكون اسمية ويمكن أن تكون حقيقية، وذلك بالنظر إلى نفس المثلث والمربع المراد. في الحقيقة لا ينبغي أن يذكر هذا، لأنه إحنا نعرف الحقيقة بصرف النظر عن أفرادها، لكننا إذا عرفنا الشيء هل له أفراد في الخارج يكون تبع له أو ليس له أفراد. وبعدين الشيء العلوم مثل ما يذكر هنا ومثل ما يذكر في المثلث هي يعني ليست كعنقاء مورب ولا ما تقاس عليها، لأن هذه سواء وجدت أم هي قابلة للوجود، وكون الشخص يعرفها أو لا يعرفها هذا لا يبنى عليه الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي، وإنما الفرق بينهما وجود الأفراد في الخارج وعدم وجود الأفراد في الخارج فقط. ولذلك لا ينطبق عليه التعريف
المثلث، وكذلك بأسماء العلوم التي ذكرها التي سيذكرها رحمه الله. نعم تفضل. هذه تعريفات يمكن أن تكون اسمية ويمكن أن تكون حقيقية، وذلك بالنظر إلى نفس المثلث والمربع المراد تعريفهما. فإن كان تعريفهما بعد وجودهما في الخارج كان التعريف حقيقيا. هذا يعني غير مسلم، وهذا ما وجدته لغيره رحمه الله. كون التعريف الاسم قد يكون حقيقيا وقد هذا يعني ليس مرادا، لأنه مو مراد الأفراد في الواقع، مراد هل هي موجودة أو ليست موجودة. ولا شك أن المثلث له أفراد في الخارج، المثلثات لها أفراد في الخارج، وكذلك المربعات، وكذلك أسماء العلوم. يعني لو قلنا مثلا العلم، يعني هذا العلم اللي تدرسون ممكن يعرف على أنه موجود في الكتب، وممكن يعرف على أن الشخص علمه ويسمى علما بذلك. قال آداب البحث والمناظرة هو علم يبحث في قضايا ما ذكرتم. إذا كان الشخص يعرفه فمعرفته لذلك العلم يسمى به، وإذا كان في الكتب يسمى به. والمعرفة إما أن تكون فعلية وإما أن تكون بالقوة، وكله يسمى به. وهذا لا يقال بأنه تعريف اسمي، ولكنه ينبغي أن يكون تعريف حقيقي لأن له أفرادا في الخارج. نعم تفضل. فإن كان تعريفهما بعد وجودهما في الخارج كان التعريف حقيقيا. شفت هذا يعني لا يشترط، لأنه يعني التعريف أصلا، التعريفات أصلا لا توجد إلا في الذهن، كل الحقائق لا توجد إلا في الذهن. ولذلك لو عرفت اسم الجنس أو عرفت اللفظ العام، هذا لا يوجد إلا في الذهن، لأنه في الخارج أفراد وليست عمومات. إذا قلت مثلا وأقيموا الصلاة مثلا، هذا لفظ عام لأنه واو الجماعة من الألفاظ العموم. لكنك إذا أردت يعني الأمر بالصلاة يتجه للأعيان، يتجه لأشخاص، يعني لا يمكن واحد يطبق الصلاة في العموم، لا بد يطبقها في الأفراد. وكذلك لو قلت رجل يستوي فيه كل واحد، ولكنك إذا رجعت إلى الأفراد ما في رجل كذا نكرة، كل واحد متصل بوصف وموجود في مكان ما وفي زمن ما. يعني الحقائق الذهنية، التعريفات التي يستوي فيها كل أفراد المعرف لا توجد إلا في الذهن. أما الأفراد فهي أفراد المعرف ومصداقات المعرف، لكن ما في فرد في الخارج يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، ما في واحد في الخارج يستوي فيه المذكر والمؤنث والصغير والكبير، ابدا لا يوجد. مع ان لفظ الحيوان الناطق هي تشمل الجميع. اذا علمنا من هذا ان الحقائق لا توجد الا في الذهن، والافراد هم مصداقاتها ودليل عليها، وليست هي الحقائق الذهنيه. نعم يعني مفهوم هذا. نعم تفضل. وإن كان تعريفهما قبل وجودهما في الخارج كان التعريف اسمياً. هذا عجيب. أيوة. نعم. ويؤخذ من هذا الكلام أمران: الأول أن التعريف الاسمي قد ينقلب تعريفاً حقيقياً، والثاني أن الاختلاف بين الاسمي والحقيقي بالاعتبار. هو الاسمي والحقيقي مو باعتبار، هو بوجود الأفراد الخارجية. إذا كان بوجود الأفراد الخارجية وليس بالاعتبار، ونحن ينبغي لنا أن نفهم حقيقة، وهو أن الحقائق الذهنية لا توجد في الخارج. كل التعريفات مثلا لو عرفت الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا التعريف لا يوجد في الخارج، لأن يعني في الخارج ما في إلا خبر صادق وواحد كذب. فهمتم؟ وكذلك كما ذكرنا في اسم الجنس ويعني النكرة وما إلى ذلك، لا يوجد في الخارج أبدا، لا يوجد واحد نكره ابدا. نعم. خالف السلف. كيف؟ المؤلف خالف السلف. مو مخالفة السلف، يعني هذا ما يقال له السلف. السلف في ماذا؟ في العقيدة والله في المنطق. ايوه في تعريفات المنطق. قول انا ما وجدت فيه هذا، ولكن هو يمكن يعني هذا وجده في ما لم اطلع عليه. انا اتهم نفسي ولا اتهم المؤلف رحمه الله. نعم.
ومن هنا تعلم أن تعريفات العلوم هما دائما السلف والخلف في مصطلح. والسلف يعني السلف الصالح حيث يطلق المراد به الصحابة والتابعون، أما السلف اللغوي فكل واحد هو سلف لابنه وخلف لأبيه. أي في فرق بين السلف الصالح عند العلماء والسلف الصالح حيث أطلق فالصحب والتابع كل حقق. إذا أطلق السلف فالمراد به الصحابة والتابعون، أما السلف اللغوي فهو أمر كل واحد سلف لمن بعده وهو خلف لمن قبله. نعم تفضل. وجرت العادة أنهم يطلقون السلف والخلف في مباحث العقيدة نعم، أما المباحث الأخرى فيقولون العلماء وهكذا. نعم تفضل. ويؤخذ من هذا الكلام أمران: الأول أن التعريف الاسمي قد ينقلب تعريفا حقيقيا. يقول هذا عجيب جدا، وبعدين يعني ما مثل به رحمه الله، انه قلنا انه تعريف الاسمي اسماء العلوم هو ذكر اقرا سوف ياتي. ومن هنا تعلم ان تعريفات العلوم وما يذكر في اوائل الابواب والكتب من تفصيلات حقائق الاشياء اذا ذكرت للمبتدئين الذين لم تسبق لهم المعرفه بها فإنها تكون من قبيل التعريفات الإسمية. شو هذا يعني غريب، لأنه يعني العلوم تعرف ب يعني ثلاث اعتبارات أو باعتبارين، أحد الاعتبارين ينقسم قسمين، يعني مثلا آداب البحث والنظر أو الفقه أو الأصول أو أي علم من العلوم يعرف باعتبارين، باعتبار يعني باعتباره لقب وصفي وباعتباره اسمي. ومعنى الوصف والاسمي ليس بمعنى الاسم والحقيقي، معناه إذا كان الشخص يعلم هذا العلم فهو يعرف باعتباره موصوفاً يعني وصف للشخص، مثل أن يكون الشخص عالم بكذا يقال علم هذا الشخص يسمى بالعلم، من كان عالماً بالنحو علمه يسمى نحو، والنحو في الكتاب يسمى نحوًا، وعلمه بالنحو إما أن يكون لا يغيب عنه منه شيء وهو العلم بالفعل، وإما أن يكون عنده ملكة ويعرف القواعد فإذا أشكل عليه شيء رجع لمراجعه فعرفه يسمى علم بالقوة. فهمت؟ إذن إذا عرفنا العلم بأي تعريف من هذه التعريف إما أن يكون بالاسم فنقول مثلًا معرفته يعني المباحث الكلية التي تندرج تحتها مباحث جزئية كما ذكرنا في تعريف آداب البحث والمناظرة، معرفة هذا يسمى آداب بحث والمناظرة، وآداب البحث والمناظرة في الكتاب تسمى آداب بحث والمناظرة، ومعرفة الشخص بآداب البحث والمناظرة إما أن يكون لا يغيب عنه من شيء تسمى معرفة بالفعل، أو يكون عنده ملكة ويغيب عنه بعضه وإذا أراد معرفته رجع إلى مظانه فهذا يسمى معرفة بالقوة. والفرق بين الفعل والقوة هو الشخص إذا كان ممارسا لشيء أو لا يغيب عنه شيء يسمى فعل، وإذا كان لا يمارسه وهو عنده ملكة يسمى بالقوة، كمن يجيد الآن منكم قيادة السيارة فهو الآن يقود السيارة بالقوة لأنه لا يمارس، ومن كان في الشارع قائد سيارة يسمى قائد السيارة بالفعل. فهمتم؟ هذا الفرق بين الفعل والقوة. نعم تفضل. ومن هنا تعلم أن تعريفات العلوم وما يذكر في أوائل الأبواب والكتب من تفصيلات حقائق الأشياء إذا ذكرت للمبتدئين الذين لم تسبق لهم المعرفة بها فإنها تكون من قبيل التعريفات الإسمية. هذا غريب، لأنه هو والشخص كونه يعرف أو لا يعرف، من يعرف صار معرفته علما، والعلم في الكتاب سواء عرف أم لم يعرف هو نفسه يعني. نعم واضح هذا؟ تفضل. ثم تكون بعد الإحاطة بمسائل العلم أو الباب تعريفات حقيقية. أقسام التعريفين الاسمي والحقيقي:
وينقسم كل من التعريف. شفت الآن هذا الإقسام التي يذكر هي التي يذكرها المناطق، يذكرون الحد سواء كان اسمي أو حقيقي يسمى حدا، والحد إما أن يكون تاما وناقصا أو رسما، والرسم إما أن يكون تاما وناقصا. نعم تفضل. وينقسم كل من التعريف كل من التعريفين الاسمي والحقيقي إلى أربعة أقسام، لأن كل منهما إما حد وإما رسم، وكل من الحد والرسم إما تام وإما ناقص. أيوة سوف يمثل كل واحد. نعم. فالأقسام الأربعة هي الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. الحد التام، أما الحد التام فهو ما كان مؤلفا من الجنس القريب والفصل. أي ما كان مؤلفا من الجنس القريب والفصل، الفصل كذلك القريب، يعني كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، لأن جنسه القريب هو الحيوان وفصله هو الناطقية، لأنه هو الذي يفصله عن بقية الحيوانات. والناطقية معناها القوة المفكرة وليس معناها الكلام. وكل الخواص التي يظن أنها فصول هي ناتجة عن الفصل وليست هي الفصل، كالضحك والكتابة وما إلى ذلك. نعم. هو التعريف الشيئي بجنسه القريب وفصله. الجنس القريب يعني معنى ما في جنس، لا تعرف الإنسان بأنه النامي، لأن النامي أخص منه وأقرب منه جنس الحيوان، لأن النامي منه حساس وهو الحيوان، ومنه ما ليس بحساس وهو الأشجار، والنامي الذي يكبر تدريجيا. أي نعم. لا هو العرض يكون ذاتيا، يعني الناطقية يعني فيه عرض، يعني فيه وصف ذاتي ووصف عرضي، كله وصف، فهمت؟ فالفرق بين العرض الذاتي والعرض يعني أو الوصف الذاتي والوصف غير الذاتي، أن الذاتي لا يمكن تصور الشيء بدونه، أنت إذا أردت أن تتصور الإنسان لا تتصوره بدون الناطقية. أيوة نعم تفضل. كقولنا الإنسان حيوان ناطق، وقولنا الفرس حيوان صاهل، وقولنا الكلمة قول مفرد، وقولنا المبتدأ الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. يعني الكلمة قول مفرد هذا يعني ما كل كلمة قول مفرد، والكلمة قد تطلق على يعني الكلام، والكلمة تطلق، ولكن هو اللفظ المفرد يقال له كلمة، وتقال الكلمة لما هو لما ليس بمفرد. نعم تفضل. الحد الناقص، وأما الحد الناقص إذن ضابط الحد التام هو ما كان معرفا بجنسه القريب وبفصله، والحد الناقص ما كان معرفا بجنسه البعيد وفصله، وما كان معرفا بجنسه البعيد وخاصته مثلا. نعم كتعريف الإنسان بأنه النامي الضاحك أو النامي ناطق. نعم تفضل. وأما الحد الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والفصل، كقولنا الإنسان جسم ناطق، أو النامي الناطق، لأن يعني قصدي الجسم الناطق. نعم أيوة أو النامي الناطق. النامي الناطق هو أبعد من الحيوان الناطق، والنامي الناطق أبعد منه الجسم الناطق. نعم تفضل. وقولنا الفرس جسم صاهل، أي وقولنا الكلمة لفظ مفرد، وقولنا المبتدأ كلمة مجردة عن العوامل اللفظية.
نعم تفضل. الرسم التام. وأما الرسم التام طبعا الحد سمي حدا لأنه يمنع، لأن الحد سمى المنع، ومنه الحداد الذي يعني يمنع الناس من الدخول والخروج، سمي حدا لأنه يمنع يعني أفراد غير المحدود من الدخول فيه، ويمنع كذلك خروج أفراد المحدود، وبعضهم يقول يجمع ويمنع، وفي الحقيقة أن الحد هو يمنع من دخول ما ليس بمحدود ويمنع من خروج المحدود شيئا من المحدود. نعم تفضل. وأما الرسم التام فهو ما تألف من الجنس القريب والخاصة الملازمة، كقولنا الإنسان حيوان ضاحك، وقولنا الزاوية القائمة شكل هندسي حادث من تلاقي مستقيم بآخر في نقطة واحدة يساوي 90 درجة. أيوة هذه يعني المكون من الذاتيات، إما أن يكون مكون من الذاتيات أو يكون بالجنس القريب مع الخاصة. نعم تفضل. الرسم الناقص. وأما الرسم الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والخاصة أو من العرضيات البحتة. نعم. كقولنا الإنسان جسم ضاحك، وقولنا الزاوية القائمة شكل هندسي يساوي 90 درجة. يعني متقاربة، وكما ذكرت بأنه أهم شيء في وتنويع هذه الحدود وكون هذا تاما وهذا ناقصا، أن أقوى الحدود وأولاها ما كان حدا تاما، ثم يأتي الحد الناقص، ثم يأتي الرسم التام، ثم يأتي الرسم الناقص، هذا في الأولوية. ولذلك لو حد الحاد أو عرف تعريف مثلا يعني وهو له تعريف بالحد و خرج عنه التعريف يكون تعريف الحد أولى، ولكنه لا يكون فاسدا كما سيأتي في أن التعريف له شروط، إذا فقد أحدها صار فاسدا، وله شروط الحسن، إذا فقد أحدها يفقد الحسن ولكنه لا يفسد كما سيأتي في شروط الحد. نعم تعريف. العرضيات البحتة هي التي يعني زي مثلا تقول الإنسان هو الحيوان الماشي أو الحيوان الناطق الماشي، كونه يمشي هذا عرض بحت، لأنه ممكن تتصور الإنسان وهو لا يمشي، فهمت؟ ويمكن تتصوره وهو لا يضحك أو لا يكتب. أما الذاتي الذي لا يتصور الشيء بدونه، فهمت يا أخي الفرق بين العرض؟ والعرض فيه عام وفيه خاص. نعم تفضل. شروط التعريفين الاسمي والحقيقي. ولكل من التعريفين الاسمي والحقيقي شروط صحة، إذا اختل واحد منها فسد التعريف، وشروط حسن لا يترتب على الإخلال بها فساد التعريف، ولكن الأليق مراعاتها، فإنه يترتب على الإخلال بها الإخلال بحسن التعريف. نعم مثل كما سيأتي مثل كون التعريف فيه لفظ مجازي أو لفظ مشترك بدون قرينة، أو أنه فيه غرابة أو ما إلى ذلك، هذه كلها يعني يشترط يعني عدمها في حسن التعريف، ولكنها لا تفسد التعريف كالشروط كالجمع والمنع في التعريف وكونه جامعا مانعا وكونه ليس منتقضا بغيره. نعم تفضل. شروط صحة التعريفين الاسمي والحقيقي. فأما شروط صحة كل واحد منهما فأربعة: الأول
أن يكون جامعاً لكل فرد من أفراد المعرف، لئلا يتوهم أن بعض أفراد المعرف ليست منه. الثاني أن يكون مانعاً من دخول فرد من غير المعرف فيه. الحقيقة يشترط في جميع التعريفات ما عدا التعريف اللفظي، بعضهم يشترطه وبعضهم لا يشترطه. نعم. الثاني أن يكون مانعاً من دخول فرد من غير المعرف فيه، لئلا يتوهم أن شيئاً ليس من المعرف داخل فيه. الثالث ألا يستلزم المحال كالدور والتسلسل واجتماع النقيضين. كالدور السبقي، الدور السبقي، أما الدور المائي هذا لا يضر، لأنه يعني المراد أنه الدور السبقي معناه أنه لا يوجد الشيء إلا بعد أن يوجد، وهذا دور سبقي لا يصح. نعم تفضل. الرابع أن يكون التعريف أجلى من المعرف، يعني أوضح، أن يكون اللفظ الذي تريد أن تعرف به المعرف أوضح. ليكون أوضح وأيسر عند العقل، وليكون ذلك موصلاً إلى الغرض المقصود من التعريف، وهو إيضاح المعرف للسامع. يعني مثلاً إذا أردت أن تعرف، يعني وكذلك لا ينبغي أن يكون فيه حكم، لأن الحكم يعني لا يكون إلا بعد تصور الشيء، فأنت لا تعرف الشيء بحكمه ولا بثمرته ولا بما هو ركن فيه، هذه كلها أشياء تفسد التعريف، كالذي يعرف القياس بأنه يعني أصل وفرع، والأصل ركن في القياس والفرع ركن فيه. نعم تفضل. شروط حسن التعريفين الاسمي والحقيقي. طبعا هو سيأتي بالأمثلة، وكذلك تأتي الأمثلة في الاعتراضات على التعريفات. نعم. ويشترط لحسن كل من التعريفين الاسمي والحقيقي 4 شروط. هو دائما يذكر الاسمي والحقيقي، خلاص يكفي، انه ما دام هو هذا تقسيم قبل ان يقسم التعريف الى حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص، ما دام احنا يعني لان هذه اقسام للتعريف الاسمي والحقيقي، وبعد ذلك لا داعي لذكر الاسم، لانه لا فرق بين الاسم والحقيقي في هذه الشروط ولا في يعني الاعتراضات الواردة عليها والجواب عنها. نعم. هذا هو شروط التعريف. نعم التعريف، شروط التعريف بالحد، شروط التعريف بالرسم، خلاص أي. نعم. أو شروط التعريف، شروط المعرف، يعني لابد تكون يعني قلنا بلفظ أوضح، سواء كان رسميا أو حدا، وسواء كان حقيقيا أو اسميا، يعني ما له داعي ذكر هذه الأشياء بعد الدخول فيها. نعم. ويشترط لحسن كل من التعريفين الاسمي والحقيقي 4 شروط. الأول أن يكون خاليا من الأغلاط اللفظية. هو هذا، يعني هذا الحسن ما يكون فيه غالط أو لغز أو شيء يحتاج إلى أن يستفسر عنه، مع أنه إذا كان فيه يرد عليه الاستفسار كما سيأتي في ترتيب المناظرة فيه. نعم. الثاني ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا مع قرينة. أيوه، بدون قرينة، المجاز بدون قرينة. وكان الأولى في الاختصار أن يجعل الجمع والمنع شيء شرط واحد، أن يكون جامعا مانعا شرط واحد، وأن يقول كذلك أن لا يكون فيه لفظ مجاز ولا مشترك إلا بقرينة. فهمت؟ يعني كثير من الناس يختصر، يقول أن يكون جامعا مانعا، أن يكون خاليا من لفظ مجازي أو لفظ مشترك إلا بقرينة. نعم تفضل. الثاني ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا مع القرينة التي تعين فهم المراد منه. وهذا يعني مثلا الأول لا يكون فيه لفظ غريب أو مجمل،
يعني لا يكون فيه لفظ مجازي أو لفظ مشترك بدون قرينة. نعم. ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا مع القرينة التي تعين على فهم المراد منه، وهذا إذا لم يشتهر المجاز حتى يصبح حقيقة. ما تعين على فهم المراد، التي تبين، لعلها تبين. نعم أو تعين. نعم تعين. نعم أي تعين. نعم تفضل. ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا مع القرينة التي تعين المراد منه. نعم. وهذا إذا لم يشتهر المجاز حتى يصبح حقيقة عرفية. أيوة. أما المجاز إذا كان أشهر كإطلاق الصلاة، يعني على الصلاة المعروفة، وإن كان الصلاة في اللغة أصلا الدعاء، فلا يقبل واحد إذا قيل الصلاة أو قيل قيمة الصلاة يقول له يعني أنت هذا الكلام غير واضح، لأنه يطلق على الدعاء، لأنه هذا أصبح يعني هو الحقيقة، ولذا تسمى حقيقة عرفية. نعم تفضل. الثالث، ألا يشتمل على لفظ مشترك بين معان متعددة إلا مع القرينة التي تعين أحد المعاني، تعين أحد المعاني. نعم. وهذا إذا لم يصح إرادة كل معنى من المعاني على سبيل البدل. أيوة. أو على سبيل البدل كقوله اعتق رقبة مثلا، لأنه كل الرقاب صالحة، هذه بدل هذه. أو يكون اللفظ المشترك ليس فيه تضاد، بمعنى أنه ممكن يطلق على معانيه، فعندئذ لا يحتاج إلى قرينة، لأنه ممكن يراد كله. نعم تفضل. فإن صح إرادة جميعها على هذا الوجه ساغ استعماله بدون القرينة. يعني مثلا كان يقول واحد بأن الحرامية أخذوا عين فلان مثلا، أخذوا عين فلان، ويكونوا غوروا عينه للجارية وعوروا عينه وأخذوا النقدين الذهب والفضة، فهذا لا مانع منه لأنه ليس بمتضاد. نعم. الرابع، ألا يشتمل على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المراد منه، أو موهم لمعنى غير المعنى المقصود لصاحب التعريف. هل يشترط في التعريف اللفظي شيء؟ أما يعني التعريف اللفظي أي يعني مختلفون، هل يشترط له أن يكون جامعا مانعا وأن يكون يعني مساويا لا أعم ولا أخص؟ بعضهم يقول ولكن عند المناطق يشترطون أن يكون جامعا مانعا وأن لا يكون أعم ولا أخص، يشترطون فيه الشروط، وهو أولى في الحقيقة، لأنه إذا كان التعريف اللفظي يشمل المعرف وغيره ما وقع التمييز، والأصل في التعريف المراد به التمييز. نعم. أما التعريف اللفظي فيجوز أن يكون بلفظ مفرد مرادف للمعرف أو أخص منه أو أعم. يعني أنت لو أردت أن تعرف الإنسان تعريفا لفظيا تقول الإنسان هو الحيوان، هذا ما يصح، أو الإنسان هو الرجل أو هو المرأة، هذا مو تعريف. نعم. يعني نحن كيف؟ لا لكنه عام منهم، هو قال بأنه هو قال هنا لا يشترط في التعريف اللفظي، قد يعرف بلا عام ولا أخص لأنه داخل فيه. أي وهو عند المناطق يعني يشترطون أن لا يكون عام ولا أخص، أي وأن يكون جامعا مانعا، يعني بمعنى هو لا عم ولا أخص هو معناه جامع غير مانع، أو مانع غير جامع، هو بمعنى لا عم ولا أخص. نعم تفضل. كما يجوز أن يكون بمركب يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله. أي يعني قصده أنه يعني
يعني ما يدخل في التفاصيل يأتي به عمه، وهذا هو إذا كان لا يقصد التفصيل معناه أنه عرفه بلفظ أشمل من المراد أو من المعرف. نعم. فمثال التعريف اللفظي بمفرد أعم من المعرف فمثال التعريف اللفظي بمفرد أعم من المعرف قول أهل اللغة: الورد زهر، الفهد حيوان. طيب الفهد حيوان والإنسان حيوان، يعني هذا لا يكفي، يعني يكون الفهد حيوان هذا يعني لم يميزه عن بقية الحيوانات، ميزه عن الجسم وعن الجسم النامي الغير حساس. نعم تفضل. جندي سابور مكان. نعم كلمة غريبة. ها؟ اي شوف معناها بعد. يقول جندي سابور مكان، هو هذا لمكان زي نيسابور وزي زي نيسابور او اللي ما يعرف. الطيب مسك. الطيب مسك يعني يكون الطيب مسك، هذا الطيب يعني المسك بعض الطيب وليس كل الطيب، زي تقول الحيوان إنسان هذا بعضه، اللي يقول الطيب مسك مثل الذي يقول الحيوان إنسان. نعم. الصبا ريح. ايوه وهي أخص، يعني ما كل ريح تسمى صبا وهكذا. وبعدين مثل ما أشار إليه الأخ الذي يقرأ، هذا ليس هو التعريف الذي ذكرناه في تعريف باللفظ، قلنا تعريف اللفظ يكون بلفظ مرادف أوضح منه، فإذا كان اللفظ غير مرادف أصلا ما يكون تعريف لفظي، ما يصدق عليه التعريف. نعم. العندليب طائر، الجريث سمك ونحو ذلك. ومثال التعريف اللفظي بمفرد أخص من المعرف قولهم: الطيب مسك. ومثال التعريف اللفظي بمفرد مساو للمعرف قولهم: الخندريس الخمر، الغضنفر الأسد. هذا هو التعريف، المفروض يكون التعريف اللفظي هكذا، لفظ مرادف أوضح منه ومساو له، أما إذا كان أعم وأخص فهذا. وبعدين كونهم يقولون التعريف اللفظي لا تشترط فيه هذه الشروط، هذا يعني عجيب، وأولى منهم ما ذكره المناطق واشترطوه ولم يفرقوا بينه وبين بقية التعريفات، لأن المراد بالتعريف هو تمييز المعرف، وإذا كان أعم أو أخص أو أخفى فلا يقع التعريف. نعم. الملوان الليل والنهار. أيوة الملوان الفرقدان الليل والنهار. نعم. الجديدان الليل والنهار. نعم. ومثال التعريف اللفظي بمركب يراد به تعيين المعنى قول علماء الكلام: الخلاء بعد موهوم. يعني الخلاء هو البعد، يعني سواء كان فيه شيء أو ما فيه شيء. نعم. أو الأكوان أو غير ذلك. نعم. وقولهم: الخلاء هو الفراغ الذي تتحيز فيه الأجرام. أيوة يعني هو يعني الكون، يعني الأكوان اللي هي العين والوجود وما إلى ذلك. أيوة. نعم. ونحو ذلك. وكل من يشترط في هذا النوع من التعريف هو أن يكون أوضح. وكل ممكن تكون ما هي أي خطأ من وكل ما يشترط. وكل ما يشترط في هذا النوع من التعريف هو أن يكون أوضح من المعرف ليؤدي المقصود منه، وهذا ظاهر إن شاء الله. وإذا كان تعريف الأعم بالأخص فليس أوضح منه، وإذا كان تعريف الأخص بالأعم ليس أوضح منه، فهذا عجيب يعني. نعم. الفصل الثاني.
في طرق المناظرة في التعريف. إيه طبعاً طرق المناظرة في التعريف ينبغي أن تكون مثل طرق المناظرة في التقسيم، يعني نفسها. وبعضهم يقول مثل ما ذكر في الأول، أنه بعضهم يقول أنه صاحب التعريف أنه مستدل والمعترض عليه يسمى سائلاً، ومنهم من يقول لا، بما أن التعريف لا يقبل القدح فيه والاعتراض عليه لا بذكر دليل، فيكون المعترض على التقسيم هو المستدل، وصاحب المعترض على التعريف هو المستدل، وصاحب التعريف هو السائل. وفي الحقيقة أنه الأظهر أن يكون صاحب التعريف هو السائل، وقلنا هذا في التقسيم لأنه لا. فإذا كان التعليل الذي ذكر في التقسيم موجود في التعريف فيكون مثله. نعم. تسمية طرفي المناظرة في التعريف ليعلم أن العلماء أن من العلماء من يسمي ناقض التعريف المعترض عليه سائلا، وموجهه المدافع عنه معللا، معللاً أو مستدلاً أو معرفاً، وهو يسمى المعرف. فإذا كان صاحب التعريف ينبغي أن يكون صاحب التعريف ينبغي أن يكون هو المستدل. لكن العلة التي ذكرها في التقسيم بالأمس هي نفس العلة التي موجودة في التعريف، ويكون عندئذ لا داعي لتكراره لأنه هو نفس الذي ذكره في التقسيم. نعم. والأكثرون على أن ناقضه يسمى مستدلا وموجهه يسمى مانعا. هو الحقيقة لو قيل بأن يعني صاحب التعريف مستدل وصاحب المعترض أو المعترض على التعريف يسمى سائلا، لكنه يستدل على يعني اعتراضه وعلى منعه يكون مستدلا بهذا الاعتبار، ويكون يعني صاحب التعريف معترضا لأنه يوجه المنع على اعتراضه المدلل عليه، فيكون كل منهما يعبر عنه، قد يقال له مستدل وقد يقال له سائلا، كما يقع ذلك في المعارضة، فإن المعارضة يصبح فيها المستدل معترضا والمعترض مستدلا. نعم تفضل. والأكثرون على أن ناقضه يسمى مستدلا وموجهه يسمى مانعا، وهم يريدون بذلك أن اعتراض المعترض على التعريف لا يتم بمجرد ادعاء بطلانه، بل لا بد من أن يدعي المعترض البطلان ويستدل على هذه الدعوى باختلال شرط من شروط صحته التي قدمنا ذكرها. وبعضهم يقول أنه أصلاً يعني التعريف كما سبق لنا أنه إذا كان من باب التصورات أنه أصلاً لا يعترض عليه، وبعضهم يقول يعترض عليه بالمنع فقط، ويقول أمنع كونه كذا، أو يمنع مقدمة من مقدمات يعني أو القضايا الضمنية التي هي موجودة في التعريف. ولكن هذا ذكره، ما ذكره المؤلف ذكره غيره يعني من الذين تصدوا لهذا، وكل له اعتباره. إذا اعتبرت صاحب التعريف مستدلا لأنه هو صاحب التعريف أصلا، وهو الذي يريد أن يثبت تعريفه، وإذا سميت ذلك اللي هو صاحب المنع مستدلا لأنه يأتي بدليل أو سند على منعه. نعم خلاص. بقي كم بقي من طيب أنا نبدأ به بكرة من أول، فإذا كان فيه أسئلة. نعم. التعريف من اسم التعريف اللفظي قد يكون للكلمة معنى المرادف لا يأتي بهذا المعنى، مثل فكة ومكة، قد يراد بمكة شدة الازدحام فلا تأتي. من اللي يقول أن المراد به شدة الازدحام؟ ها؟ شدة الازدحام سمي بها وهي ما فيها أحد، كيف؟ هو الأصل في الاسم أن يعين المسمى مطلقا، هذا المراد بالاسم.
ولكن قد يلاحظ فيه المعنى كما ذكر ابن مالك يعين المسمى مطلقا هو العلم، وهذا علم على مكة، اسمها مكة اسمها بكة اسمها البلد الحرام البلد الأمين، يعني وبعضهم يعلل يقول مكة لأنها تبك تمك الجبابرة ومكة لأنها تبكهم. نعم نعم بلفظ مفرد عام، لا مفرد ما يحتاج لأنه هو أصلا لفظ يعرف بلفظ مو هو عم، لا احنا قلنا بعضهم يقول لا يشترط في التعريف اللفظي مثل ما يشترط في الحد والرسم، وأنه قد يكون عام وأخص، وهذا الذي مشى عليه هنا وهو الذي يذكره علماء هذا الفن آداب البحث والمناطق. وأما المناطق فيشترطون فيه ما يشترطون في الحد والرسم، ألا يكون عام ولا أخص، وأن يكون جامعا مانعا. فسؤالك عن ماذا؟ أقول هذا على أنه لا يشترط التساوي، هذا ليس هو التعريف. التعريف الأول الذي ذكرناه وهو أن التعريف اللفظي هو شرح لفظ بمرادفه أوضح منه، هذا قلنا التعريف اللفظي. لكن هنا هل يشترط في التعريف اللفظي ما يشترط في الحد والرسم بمعنى أنه يشترط فيها لا يكون عم ولا أخص؟ قلنا بعضهم لا يشترط، ويجوز أن يعرف عندئذ الفهد بأنه حيوان. فهمت يا أخي؟ والخاصة الملازمة اللي هي الفصل، يعني الفصل لا الخاصة اللي هي ناتجة عن الفصل، ناتجة عن زي الضحك بالنسبة للإنسان. فهمت؟ يعني الضحك لا يقع إلا بعد التفكير، أليس كذلك؟ ولذلك الفرق بين الوصف الذاتي أو بين الفصل والخاصة أن الفصل لا يسأل عنه لماذا، والخاصة ممكن يسأل عنه. إذا رأيت شخصا لا تقول لما كنت توصف بأنك ناطق، لكن ممكن تقول لما ضحكت. فهمت؟ أي. نعم أنا ترى ما أتمكن من كلامك. أيوة أي الفرق بين الجنس البعيد والجنس القريب أو الخاصة والفصل، أي يعني التعريف الأول الذي ذكرت حيوان ضاحك، حيوان هذا يعني جنس، أليس كذلك؟ جنس قريب. ضاحك هذه خاصة وليست فصل، والضابط فيها أن الخاصة ممكن يسأل عنها والفصل لا يسأل عنه. إذا قلنا بأن الإنسان حيوان ناطق ما تقدر تقول له لما أنت ناطق، كما أنك لا تقول له لما كنت توصف بأنك حيوان، لكن لو ضحك ممكن تقول لما ضحكت. فهمت؟ أي. نعم سؤال. على كل حال هذه المادة كما ترون تحتاج إلى أخذ وعطاء، ونحن لسنا في عجلة، لو يعني إذا كان فيه أسئلة أو والمفروض أنكم تحضرون للدرس، فإذا كان فيه أسئلة عن ما مضى وأسئلة عن ما يأتي تكون موجودة، نتناقش فيها إن شاء الله.